اول مرحله نتكلم عليها بتفاصيل اكتر شويه هي الالترا ساوند ترانسديوسر. هو ديفايس بتكونفيرت الالكتريكال ترانسميشن بالسز انتو التراسونيك بالسز، يعني هي اكشوالي هي بتعمل دي وبتعمل العكس، يعني بتعمل من الكتريكال لاكوستيك او التراسونيك بالسز ومن التراسونيك بالسز لالكتريكال. فهي بيسكلي بتبقى عباره عن كريستال بالشكل ده كده، يعني عاده بتبقى بيزو الكتريك ماتيريال. البيزو الكتريك ماتيريال دي بتحول الالكتريكال بالسز لبريشر ديفرنسز او بالبريشر فاريشن، بتغير البريشر او بتغير الثيكنس بتاع البليد دوت، وبالتالي بتبتدي جنريت يعني التراسونيك ويف على السيرفيس اللي موجود هنا، ده السيرفيس بتاع الترانسديوسر دوت، وبالتالي بتنتقل للجسم. عشان تنتقل للجسم ما ينفعش ان احنا نحطها دايركتلي على الجسم مباشره كده، اللي هي الكريستال دي. الحقيقه بيبقى الاكوستيك امبيدنس في ميس ماتش كبير جدا بينها وبين الجسم. لو حطيناها على الجسم هنلاقي ان معظم الالتراسونيك ويفز هتجت ريفلكتد زي ما احنا شفنا في الفكره الاساسيه بتاعت الالتراساوند، هي بتعتمد على ميس ماتشز في الاكوستيك امبيدنس، فاحنا لازم نخلي الاكوستيك امبيدنس تبقى اقرب ما يمكن لجسم الانسان. فبنحط حاجه هنا في النص بين الكريستال وبين الحاجه اللي هتتحط على الجسم اللي هي الجزء دوت كده، بنسميه ماتشنج لاير. الماتشنج لاير دي بتتحط باكوستيك امبيدنس تبقى الجيومتريك مين بتاع الاكوستيك امبيدنس اللي هي بتاعت الكريستال والاكوستيك امبيدنس المعتاده بتاع جسم الانسان، وبالتالي دي بتعمل ماتش مور افيشنت ترانسميشن للالترا ساوند من الكريستال لجسم الانسان. في الحقيقه هنا حاجه مهمه جدا اللي هي اللينس. اللينس دي بتركز او بتعمل فوكسنج للالتراسونيك بيم. احنا ايديالي عايزين الالتراسونيك بيم بيبقى شكله عامل كده، نسميه بنسل بيم. عمرنا ما نقدر نحصل على حاجه زي كده. لو حطينا الكريستال من غير لينس هيطلع لنا شكل الالتراسونيك بيم بيبقى عامل كده، بيبتدي دايفيرج بالشكل ده كده، وبالتالي بيبقى في صعوبه ان انا اشوف الحاجات اللي جوه بريزولوشن عاليه. فاللي نقدر نعمله ان احنا نحط لينس بالشكل ده كده. اللينس دي بتعمل فوكسنج للالترا ساوند بحيث يبقى في عندي فوكال بوينت هنا تبقى فيها ريزولوشن تبقى اعلى ما يمكن. فمن غير اللينس الحقيقه بيبقى صعب جدا ان احنا نبص بالانفوكس الترا ساوند بيم. فاللينس دي مهمتها ان هي تخلي شكل بيم يبقى اقرب ما يكون للايديال، طبعا عمرنا ما نوصل للايديال بس يبقى على الاقل احسن شويه من الشكل الانفوكس. في عندنا مرحله برضو موجوده، يعني في عندنا مكون موجود في الالتراساوند ترانسديوسرز اللي خاصه بالايمجنج، في حاجه اسمها الباكينج لاير. الباكينج لاير دي هدفها ان هي تعمل دامبنج للاوسيليشنز اللي بتحصل هنا. يعني عاده اللي بيحصل ان انا ببعت التراسونيك بالس بتبقى فيري نارو التراسونيك بالس، لو ما فيش عندي باكينج لاير اللي بيحصل ان الكريستال بتقدر توسيليت فتره طويله. الحقيقه الناس لقت ان الريزولوشن بتاعت الالتراساوند ايمجنج في الاتجاه بتاع الدبث بتعتمد على طول الالتراسونيك بالس، وهو اكشوالي هي يعني ثيوريتيكالي هي هاف ذا لينث اوف ذا التراسونيك بالس. فمعنى كده انا عايز الالتراسونيك بالس تبقى اقل ما يمكن في الوقت، يبقى يعني تبقى محدوده في الوقت على قد ما اقدر. فاللي بيحصل لما بحط باكينج لاير دي بتعمل دامبنج، يعني زي اكني مثلا ما في عندي مثلا حاجه زي سيرفيس كده وبخبط عليه، لو انا حطيت حاجه من الناحيه الثانيه على السيرفيس من تحت مثلا هتعمل دامبنج للاوستريشنز اللي هتحصل او تعمل دامبنج للصوت اللي هيحصل، فتطلع بلس مكتومه. البلس المكتومه دي بيبقى طولها اقصر ما يمكن، وبالتالي طلع لنا ريزولوشن احسن ما يمكن. فمهمه الباكينج لاير دي الموجوده هنا دي عشان تحسين الريزولوشن في الاتجاه الدبث في صوره الالترا ساوند. طبعا بيبقى في عندنا طبعا الكتريكال انترفيس، والالكتريكال انترفيس ده بيسمح ان انا اقدر اكسايت الايه الالترا ساوند كريستال الموجوده عندي هنا. طبعا احنا المعتاد ما بيبقاش الالتراسونيك ترانسديوسر في سنجل كريستال، بيبقى في عاده عدد كبير من الكريستالز، وده بنسميه الاري ترانسديوسرز. الاري ترانسديوسرز هي عباره عن يعني انا اتخيل الحاجه اللي موجوده هنا دي كده اكنها واحده من دول، يعني بيسكلي اكن ده البروفايل بتاع كل واحده من دول، وهم كلهم جنب بعض بالشكل ده كده، وفي عندي اسلاك تسمح لي ان انا اكسايت واحده او اي مجموعه عموما من المجموعه الاليمنتس الموجوده عندي هنا دي. وبالتالي بقدر هنا يعني زي ما هنشوف بعد شويه نقدر نستعملها ان احنا نقدر نشوف اجزاء مختلفه، يعني حسب انا بعمل اكسايتيشن لانهي جزء من اجزاء الترانسديوسر.